في زوايا هذا المكان إن شاء الله راح نعم. تمر بمراحل جدا جميلة. أول شيء بنقعد أنا وياك هنا. ما في المجافي شيء مربوح غير الشقاوة ومتلف أرواح. حاولت أني أكون متفرد فلجأت إلى بليغ حمدي. الحمد لله أني ملم بكثير منها. وبعدين لما رحت القاهرة علشان أدرس هذا دليل على أني سويت لي بصمة. ولكن شو اللي قدمته؟ أمانة يا دنيا أمانة ما بقيتش أخاف في الدنيا دي غير من الوداع. بيت الشهرة. بيت الشهرة وتراعي الشهرة طبعا. يا سلام. شفت اختياري بيت الأسرار. عندك أسرار وايد؟ ها ما حبيته. طبعا مثل ما أنا بعرف جمهورك كله بيعرف. دعموني ماديا ودعموني موقفا ورا ظهري واقفين كل ما احتاج شيء. لكني انا تعلمت ودرست. ويربطونك بالماضي كل يربطون بنشيد غاوي احنا نكرره عاداتنا وتقاليدنا ومعروف كل اي شيء بنحطه على هذا النشيد. لان اول شيء انا حياتي ابتديت في بيت شيوخ. طيب مو المفروض يكون الثلاثه بنفس سويت الشهره؟ يخليك شكل ما انا اسوي لازم انت تسوي. بس ما بتلاحظ انه بزمننا الذكوري شوي الموضوع صعب خصوصا بالمجتمعات العربية؟ إن اللي أنا أسويه شيء حلو أنا مقتنع به وعادي ولليوم غير متقبل. غنيت في أمريكا وغنيت في لندن وغنيت في باريس. أنت شوفوني من يوم أنا صغير. وعلى هواه على هواه. شكرا جزيلا لك. الله معك. أمتعتني كثير بأسئلتك الغاوية يا حلو. أنا أقول شو هذا الكيمياء اللي بيني وبينهم؟ هذا السبب اللي بيخليك دائما مضحك وهزلي وبتحب تضحك انت وبتحب تضحك اللي حواليك وكأنك مراهق. واحيانا اصغر من كذي ان استمعت اذا كلامهم بيعقدوا بي. انا استفدت من هذا الجانب. هذا كله بكم وانت بتقول انه انت متمسك بالتراث. عبد الله بالخير لبس وعبد الله بالخير قال وعبد الله بالخير عمل. صحيح. صح صحيح. ليش ليش اننا وصلت لبعض الحقائق بس هم يعملون مثلي. زرت دكاتره في علم النفس وتربطني معهم علاقات جميلة. ما أناك مرتاح. واحد لا هني ما صدقت هني يعني ما 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 توصلت إلى يعني إلى النتيجة الصحيحة. بس في جواتك حدا كتير خايف